ونحن بش نحكيو على موضوع في علاقه بالتغذيه مشاهدينا وترند كما برشا ترندات في موضوع التغذيه ترند جديد على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات خاصه يبدا بوصف حاله الستريس والتوتر اللي نعيشه وفشلنا في انقاص الوزن ويربط كل ذلك بارتفاع معدل الكورتيزول في جسمنا ثم يحثنا على الاجابه على عده اسئله لكشف مستوى الكورتيزول لدينا ويكون الحل الاوحد هنا اتباع الكورتيزول ديتوكس شنو هي الديتوكس ماذا فعاليته وما هو اصلا هات خلينا ناخذ تفاصيل على هالموضوع وعلى هالترند ونحكي عليه مع على الاختصاصيه فيها تغذية فاطمه ابراهيم فاطمه صباح الخير صباح الخير شنو الحمد لله الحمد لله به ديتوكس كورتيزول كورتيزول ديتوكس قبل كل شيء هات خلينا نفهموا اكثر الفكره نفهموه ما هو الساعة وبعد نفهموا هل فعليا فعاليته ناجح مش ناجح <applause> أول حاجة نعرفه بالكورتيزول هو نفسه شنو هو الكورتيزول؟ هو الكورتيزول هرمون في الجسم موجود ما نجموش نتخلصوا منه تخلص منه فيه معناتها مضار وما نجموش زيدا وكثرته يسبب زيدا المضار بس هو هرمون موجود كيف هرمون الغدة كيف الهرمونات اللي موجودة في الجسم اللي هي وجودها أساسي موجودة ولكن فيها معناتها تطلع وتهبط فبالنسبة للكورتيزول كورتيزول مهم جدا اللي معناتها موجود في الجسم باش يعدل نسبة السكر يتحكم في الضغط زادا معناتها يعدل نسبة الأيض في الجسم فليه ليه كثير فوائد يعني وليه أسباب لوجوده في في الجسم <applause> وهالترند بتاع الكورتيزول ديتوكس شنو شنو علاقته؟ شو معناها كورتيزول ديتوكس؟ هي توا وليت الفكرة معناتها الناس تعرف على الكورتيزول أكثر وتسمع بكلمة الكورتيزول أكثر لأنه الكورتيزول هو صحيح أنه هو متعلق بالستريس وهو اسمه, اسمه معناتها العامي ستريس هرمون مثلا أوكي. لما تروح للدكتور إذا يعني مرات ما يقولكش كورتيزول يقولك عندك ستريس هرمون عالي يعني ما هو تو آه أنا فهمت اللي الكورتيزول هو ستريس هرمون آه مثلا آه أنه ما كنتش نعرف آه هو اللغة العامية بتاعه ستريس هرمون فال... فهو متعلق بالستريس كثير لما يكون لما تكون أنت معناتها عندك الضغط وال... والستريس في حياتك وحاسس معناتها عصبيه اي اي من هذه الانواع وتكون متكرره في, في يومك نسبه الكورتيزول تكون عاليه عندك خوف رهبه كورتيزول بشي عالة. ف الفكره كلها انه الترند طالع على فكره انه الكورتيزول لانه احنا حياتنا العصريه حيات فيها كثير من ستريس وبشكل يومي فالكورتيزول قاعد يطلع في الايام معناتها بالايام بالشهور بالاعوام الكورتيزول عندك طالع برشا بالضبط و... وهيك يضر ف... فلو انا فهمت بصحيح انه الترند هذا اللي موجود حاليا هو في علاقه بتخلص اجسامنا من الكورتيزول يعني صح نخفوا كورتيزول الى ادنى كمياته في اجسام ولكن هذا قد يكون عنده خ... خطر على جسم الانسان طبعا هو الفكره كلها انه فكره الكورتيزول ديتوكس آم مش لانه مش لانه الكورتيزول مضر الفكره أوه. انه آه الكورتيزول يعلى بشكل عام بسبب الستريس والضغط بضبط والخوف بضبط. فهي المشكله مش الكورتيزول نفسه هو يكون عندك ستريس الكورتيزول يعلى ففكره انه تعمل دايت او او تعمل اي شيء انك تنزل الكورتيزول وانت ستريس عندك عالي غير منطقي لانه في الاخر الكورتيزول يتحكم فيه ستريس اكثر بضبط. من الاكل ففكره الكورتيزول ديتوكس مثل ما قلت صعب التخلص من الكورتيزول يعني منطقيا ما تتخلص منه في جسمك هو موجود يرتفع لما يحتاج انه يرتفع وينزل لما يحتاج انه ينزل وفي بالنس فيه اذا عندك في في مرض اللي هو فيه زياده او الافراط في الكورتيزول ولكن هذا مرض يعني لازم يتم تشخيصه عبر الدكتور في سمتمز معينه في يعني اشياء تبين عليك معينه في تحاليل معينه عشان يثبت انه انت عندك حاله خاصه والكورتيزول عندك عالي ولكن كإنسان عادي تخفيف الكورتيزول هو من تخفيف السترس فالتحكم بالسترس والتحكم بهذا الجانب من حياتك وتحاول أنه يكون عندك حياة صحية أهم بكثير من أنه تعمل الكورتيزول ديتوكس لأنه غير يعني الكورتيزول ديتوكس ليست عملية علمية ولا عملية أنه دكاترة أو أخصائيين تغذية يقدروا يعطيوا هيلك كوصفة مثلا يعني هو في الحالة كل الأفضل أنه الواحد باش يخفف هو الموضوع ما عندوش علاقه فقط بالاكل هو عنده علاقه بنمط حياه كامل طبعا للتخفيف من 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 مستويات التوتر والستريس وكذا فبالتالي ينخفض عن الكورتيزول وما يكونش فقط في علاقه بربما ديتوكس نتبعوه للتخفيف منه فبالتالي طبعا نخفف ستريس عنا لانه الحكايه ما تمشيش من آه. تمشي من شيره ما تمشيش من شيره الأخرى اعتقد هذا آه. هذا اللي فهمناه اما طيب. انت سالتني سؤال به اللي هو قلت لي يعني يمكن يكون فيه مضار وهو طبعا إذا كان, إن اذا كان انت اذا كان انت الشخص عندك امراض مثلا اذا كان انت مثلا أنا قلت الكورتيزول يتحكم في يساعد في انه يتحكم في نسبه السكر يتحكم في الضغط فتصور انه انت عندك الضغط السكر وتعمل حميه على اساس يعني انت مفكر انه رح تعمل كورتيزول ديتوكس وهذه الحميه تاثر على نسبه السكر عندك تاثر على الضغط فحتوصل الى مخاطر انه يمكن توصلك الى المستشفى يمكن توصل انه يكون ختير. عليك مدار صحيه اكثر من اكثر من الفوائد اللي انت مفكر انه حتعملها حتصير لك من الديتوكس. الموضوع ماهوش هوش بسيط طيب في حاله انه الانسان هكا ربما هات نسال السؤال بطريقه اخرى لا، هل فما اطعمه هي اللي ربما تساهم ايضا في ارتفاع مستويات الكورتيزول او ما ما لا لها لهالموضوع؟ شوف مثل ما قلت هو الـ الـ هو هرمون مم. والاطعمه والدايت واللايف ستايل بطريقه عامه والاطعمه كذلك يمكن تاثر على الهرمونات بصفه عامه صحيح. يعني في اطعمه تاثر على الغده في اطعمه تاثر على الكورتيزول في اطعمه تاثر على الـ حتى الـ يعني الاطفال لما يتكلموا على الجروث هرمون الاطعمه يقولك لك هي الاطعمه اللي لازم تركز عليها للاطفال للنمو هذه الاشياء فطبعا الاطعمه تاثر ولكن هل هي تتحكم في انه الهرمون يزيد عندك بطريقة خطيرة أو ينزل عندك بطريقة لا. خطيرة صعب شوي <تصفيق> <تصفيق> يعني ما هيش هي النسبة الأهم أو مش هي الحاجة الأكثر اللي عندها علاقة بارتفاع ال... لكن تأثر طبعاً أيه. تأثر يعني الأكل بصفة عامة يأثر على أشياء كثير منها طيب فما نوعية أطعمة معينة هي اللي فيها تعلي أكثر؟ هي الكثير. عادةً الكافيين مثلاً أوه. الكافيين القهوة. متعلق أيه؟ القهوة في الإفراط طبعاً في القهوة لما أقول الكافيين مش يعني كافيين بصفة عامة يعني بطل الكافيين ليه؟ الكافيين بزيد عنده فوائده بس آه لما تكون أنت في ستريس وفي حالة ستريس أو في فترة أنت فيها الضغط عندك عالي جداً وتكثر من الكافيين ينجم ياثر على هرمون الكورتيزول، الاطعمه اللي فيها السكريات العاليه، الاطعمه اللي هي البروسست اللي هي معموله الصوديوم عالي فيها، اللي هي معموله من اللي بتكون مثلا الهوت دوج، الاشياء البروسيسيد <applause> <applause> من هذا النوع الدوناتس يعني الحاجات تقريبا اللي ديما ننصحه انه الانسان يخفف منهم بشكل كبير طبعا جدا طبعًا. يعني انه يكونوا تشات ميل مره في الشهر مش مشكله ما مش مش كل يوم معناه انه يعني يكون هذا هو مش للدرجه هذه لكن ديما 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 نقولوا احنا معناتها في في عالم التغذيه احسن طريقه انه تتبع 80 20% وهي طريقه انه 8% تكون اكلك من الخضروات وتكون اكلك من الفايبر اللي هم النشويات وتكون النشويات الصحيه الكربوهيدرات البروتين نحاول ندخل الفيتامينات الفواكه الخضروات بشكل اكبر بكثير من الاكل اللي انت تشتهيه او تحبه يعني، الحرمين زيدا مش حل معرفة. صحيح مش الكورتيزول انت عامل ستريس لنفسك <applause> فحتعمل ستريس من الحرمان وحيعلي لك الكورتيزول ف معلومه مهمه يعني <applause> انه في هالحاله هو دائما الاعتدال اعتقد هو الاهم في كل شيء طبعا طبعا فبالتالي يعني نحن فاطمه اليوم اللي انه هل نوع من الترند هو ترند مظل ما هوش صحيح فكره انه يكون عندنا كورتيزول ديتوكس وهذا يساعدنا في انقاص وزنا وحتى ايضا في نمط حياه احسن. <تصفيق> <ليه>؟ <تصفيق> الاجابه واضحه وصريحه ليه؟ قيدوا معناها انه ما ما تلعبوش مع الموضوع هذا مره اخرى طيب على كل اعتقد خذينا تفاصيل كامله في هالموضوع فسرنا للناس انه دائما هالترندات يجب دائما مراجعتهم مراجعه اختصاصي تغذيه كيفكم مراجعه ايضا الاختصاصيين والاطباء يبقى دائما هو الحل لانه يعني كل حاله تختلف أيه. حسب والمعلومات ده. المعلومات العلميه العلميه يعني لحد الان ما فما ولا ولا دراسه او ابحاث على موضوع كورتيزول ديتوكس او الديتوكس بصفه عامه يعني اي انا فهمنا اليوم على الاقل وعرفنا هالشيء هذا الاختصاصيه في التغذيه فاطمه ابراهيم شكرا لك شكرا على كل المعلومات يعطيك شكرا لك فاطمه